مهلا نور، رح نروح لفقرتنا الأخيرة لليوم ومع عالم التغذية، وهو العالم الكتير كبير. ومثل ما بنقول دائما بيت الداء والدواء هو صحيح. غذاء الجسم. يمكن بالفترة الأخيرة سمعنا كتير عن أنماط غذائية يومية ممكن الشخص بيتبعها بتؤدي لظهور مشاكل، ومنها عند السيدات أو الفتيات ظهور أكياس المبيض، وقديه ممكن تتأثر بنوعية الغذاء اللي الصبايا بيتناولوا. أكيد سلمى، في كتير من الأغذية يمكن بتفاقم هي المشكلة وأخطاء شائعة ضمن صحيح. التغذية اليومية بتؤدي لتكيس المبايض، وفي كتير ممكن من التفاصيل نتلفها خلال النظام الغذائي لتؤدي لعدم وجود هي المشكلة أساسا. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا أخصائية التغذية داليا حسامو. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني اليوم نحن كتير بنسمع عن الأنماط الغذائية اللي هي ممكن تؤدي لزيادة تفاقم في أشخاص قابلية أجسامهم، بيكون عندهم استعداد ليصير عندهم كيسات على المبيض باختلاف أنواعها. لكن الغذاء قديه بنسمع هي كلمة غذاء هرموني انه هو بيأثر. خلينا نحكي عن هي المشكله وارتباطها. هلا بالبدايه خلينا بس نعطي تعريف بسيط شو يعني المبيض متعدد الكويسات. البي سي او هو عباره عن اضطراب هرموني بالاونه الاخيره، هلا عم يصيب كثير فئه من السيدات والصبايا نظرا لاتباع نظام غذائي خاطئ يلي هلا رح نحكي عنه. هو بيكون مليء بالسكريات المكرره، الدهون المشبعه، المشروبات الغازيه، المشروبات المحلاه، الدهون السيئه، كل شيء مصنع، الملونات. هلا كمان كثير من الاحيان عم بيجي الاكل مهرمن، فنحن دائما نركز انه ناخذ الاورجانيك فود، يعني اذا بنقدر نحصلهم، نتناول الفواكه الموسميه يلي هي غير مهرمنه، غير مضاف الى اسمده او اي شيء. مثلا دائما نركز على الاشياء الطبيعيه يلي هي ما رح تعمل تفاقم هي القصه. هلا هي الاوفر ويت والبدانه هي من اهم العوامل المسببه للبي سي او. البي سي او بيعمل بدانه، يعني هي علاقه عكسيه. طيب خلينا نحكي يمكن الأخطاء الشائعة ضمن النظام الغذائي ممكن تؤدي، أو يمكننا نقول هي اللي بتساعد يمكن على هي وجود هي المشكلة. تماما. هلا قلة النشاط الفيزيائي كمان كثير إلى علاقة، لأنه بيكون الشخص خامل البي سي او بيصير في ارتفاع لمستويات الأنسولين، بيصير في مقاومة للأنسولين. فلما الشخص بيلعب رياضة منيح بيعمل ضبط لمستويات الأنسولين بالجسم، بيضبط السكر كمان بالجسم. أحيانا مثلا كمان في موضوع نحن ما لنا علاقة كتير فيه أي سيدة، هو موضوع وراثي كمان. أحيانا الوراثة كمان بتلعب دور بهذا الموضوع. مثل ما حكيت وذكرت، تناول السكريات المكررة والمصنعة، السكر السريع مثلا مثل السكر الأبيض، مثل الحلويات، أي شيء مضاف إلي سكر، مثلا المقالي، اللحوم المصنعة مثل ما حكيت، المشروبات الغازية، كل هدول لازم حاول قد ما فيني خفف منهم. اللحوم الحمراء كمان ما كتير منيحة، حاول قد ما في لأنه مرتفعة الدهون، أنا بدي حاول أسحب الدهن من جسمي. بس ضمن حصص فينا نقول تماماً. مقبولة، لأنه ما فيك كمان تماماً. تحرمي شخص من هدول الأكلات، يمكن بس الاعتدال بهي الحصص تماماً. الغذائية تماماً. هلا نحن بدنا نعامل هذا المريض على اساس انه مريض سكر، لانه السكري النمط الثاني هو بيصير فيه مقاومه للانسولين، انسولين ريزيستنت. فاكيد نحن بالناحيه التغذويه رح كمان نتوجه للحاله الدوائيه، رح يروح لعند طبيب غدد، رح ياخذ خافضات سكر، اذا اضطر الموضوع ممكن نضطر للعلاج الهرموني. تمام. وهو هذا اللي كثير عم نشوفه حاليا. خلينا نحكي اليوم قلنا ناخذ كل شيء بوقته، نحاول يعني مثلا الفواكه الموسميه خصوصا انواع الخضار. تماماً. هلا بنعرف انه مثلا هذا هلا مو موسم البندوره، فبنلاقي البندوره بالسوق شوي مهرمنه تماما، بيقولوا فاقده روحها تماماً. يعني لا لونها ولا طعمتها، بتلاقيها صح طبيعية. مثلا هلأ موسم مثلا بعض أنواع الخضروات، فنحن نكتر بغذائنا، ما عم نحكي على النوع نفسه أنه هو سيء، البندورة نفسها هي ما سيئة، بس إذا اتغذت بموسمها. خلينا نحكي هلأ للي عنده هي المشكلة بمثل هذا الوقت شو بتنصحي يبتعد عن أغذية بمثل هذا الوقت. هلأ أنا بدي أقسم نظام اليومي لحسس نطبق الهرم الغذائي، فنحن مفروض نفوت لجسمنا جميع العناصر الغذائية. مثلا بنركز على الخبز الأسمر قد ما فينا، نبعد عن الخبز الأبيض.
كمان الشوفان كتير منيح وبيحتوي على الألياف البيتا جلوكان اللي بتحاول على ضبط مستويات السكر بالجسم. ففيني أنا كمان انتقي كوجبة الفطور شوفان مثلا مع مثلا ممكن نحط معه معلقة عسل. العسل هو كمان يعتبر كتير منيح محلي طبيعي. تماما محلي طبيعي. أنا فيني استعيد عن السكر الطبيعي بمعلقة عسل صغيرة يوميا. بالنسبة لحصص الفواكه بحاول قد ما فيني بعد عن الفواكه اللي بتحتوي على كميات عالية من السكر مثل التمر مثلا الزبيب. حاول نقي مثلا التفاح البردقان هلا شوي تاني كمان ممكن الانجاز. حاول قد ما فيني نقي الفواكه اللي منخفضه بالسكر. هلا كتفاح وبردقان هن يعتبر خيار جيد. بالنسبه لحصص النشويات دائما حاول اختار الحبوب القمح الكامل شوفان خبز اسمر. بحاول قد ما فيني بعد عن كل شيء ابيض مشتقات القمح والدقيق الابيض. بالنسبه للحوم مثل ما حكيتي وذكرتي انا ما فيني اقطع اللحمه بشكل كامل بس انا بحدد الحصص. مثلا اذا كان في اشخاص مثلا بيتناولوها بشكل دائم حاول قد ما فيني خففها مثلا اعملها مرتين بالاسبوع. وخصوصا هلا كمان الوضع الاقتصادي ما كثير عم بيساعد انه العالم كل يوم تاكل لحمه اكيد لا مرتين بالشهر تماما تماما. هلا من كمان الاعراض ما حكينا على الاعراض البي سي او بيرتفع الكوليسترول كمان احيانا فانا بدي انتبه على هذا الموضوع. انا بدي اعمل ضبط لكل الدهون بالجسم ولهرمونات الجسم لانه احيانا بالنسبه للدجاج لانه كثير بنسمع هلا عن الدجاج انه هو دجاج مفيد ومنيح ولكن هلا عم بيكون انه بالسوق ما فيه تمام. هرمونات كيف بنقدر نعرف طيب كيف بنقدر نعرف؟ ممكن ببين من الملمس تبعه او من منظره ببين فبس هو كخيار احسن من اللحمه تمام لانه اخف دهون. فأنا دائما بدي حاول نقص كمية الدهون بدي حاول نزل وزني لأنه كمان مثل ما حكيت هي علاقة عكسية. البي سي او بيعمل اوفر ويت والاوفر ويت بيعمل بي سي او وزيادة يعني الوزن كمان بتلعب دور. يعني دائما بتلاقي هي المشكلة مرتبطة مع الناس اللي عندهم زيادة وزن تمام. كبيرة فكمان بتلعب دور تمام. البدانة هي العامل الأساسي لأنه بيكون عم لما أنا عم بتناول كميات عالية من السكر عم بيرتفع الانسولين بنسب عاليه بس عم بيصير ريزيستنت ما عم يفوت على الخلايا ما عم بتقدر تضبط مستويات السكر بالجسم. فلما انا بنزل وزني هون بقدر اعمل ابتيك للانسولين للخلايا بشكل اسرع واضبط مستويات السكر مشان هيك عم بيصير عندي اوفر ويت. طيب خلينا نحكي كمان عن اهم الحصص الغذائيه اللي لازم تكون موجوده عند كل سيده. وخليني اميز هل بيفرق النظام الغذائي للسيده المتزوجه ممكن يكون عندها اولاد عن الصبيه تمام. وخصوصا نعرف تمام. بالنسبه لحاله البي سي او تماما لانه بنعرف انه هذا ممكن يصيب الصبيه من بعد تمام. بسن تمام. مبكر يعني كيسات المبيض. هلا هذا الموضوع نحن بنعامله على اساس الشخص هي شو نمط حياتها لايف ستايل حياتها مع اساس انه هي متجوزه او لا حسب هي نشاطها حسب وزنها حسب عمرها حسب طولها حسب اذا عندها مشاكل ثانيه مثلا ممكن يكون عندها مشاكل هرمونيه ثانيه. هلا من اهم اعراض كمان البي سي او عدم انتظام الطمس اضطراب الطمس. فلهيك انا مفروض بدي اخذ القصه كلها بعين الاعتبار واعالج الحاله على اساسها كانه هي مريض وليست مرض. كل مريض له كيس خاص فيه. هلا بالنسبه للنظام الغذائي انا بدي عامل المريض على اساس انه مريض سكر تمام هو مو مريض سكر بس انا هيك بدي اعالج له نظامه الغذائي بالنسبه الاعلى بالسكريات تماما تماما. بدي اضبط النشويات بدي اعطيه باليوم 50% من حصص النشويات طبعا المعقده وليست في فكره العالم انه السكريات هي نفس النشويات بفوتوا بصراع انه انا اخذت هاي الحصص خلص انا ما يعني بفوت بنزاعات. فانا مفروض اعطيه الصبح مثلا كان خبزه سمراء حسب هي طبعا ممكن رغيف او رغيفين حسب هي وزنها وحسب احتياجاتها. مثل ما عم قلك كل شخص بيفرق عن الثاني حسب قديش عم بيتحرك يوميا. مثلا حاول انتقي البرغل او الفريكي على الغداء. المساء ممكن منقي مثلا كمان حصه نشويات كمان من الخبز الاسمر. فقد ما فيني ركز على حصص النشويات سكريات اقطعها بشكل كامل بشكل طيب كامل. بالختام خلينا نوجه بعض النصائح العامه لكل الصبايا والسيدات اللي عم يتابعونا لانه هي المشكله عم نلاحظها بالعشر سنوات الاخيره منتشره بشكل كثير كبير واعراضها كثير مزعجه للسيده كثير كثير. بالخط الاول اللي عنده زياده وزن اكيد هو في زياده وزن مثل ما حكينا. تحاول قد ما فينا تتبع نظام غذائي تراجع الاخصائيه التغذيه لانه كثير ضروري لانه لحالها ممكن ما تعرف ممكن تنزل بطريقه غلط ممكن ترجعون. هاي بالخط الاول برنامج غذائي منخفض النشويات متوازن من حيث البروتين والدهون الصحيه. قد ما فيني حاول كمان ركز على مثلا الجوز يعتبر خيار جيد. بدها تاخذ مثلا بالاسبوع حصتين من الاسماك
مثلا اذا ما بتقدر ممكن تعوض عنهم بزيت السمك. قد ما فيها تركز على الخضار الورقيه، تحتوي على الالياف كمان، وكل شيء الياف بيضبط الدهون بالجسم. دائما انا بقول لهم مثلا للمرضى اذا في وجبه دسمه لازم تعملوا معها حصه الياف، لانه هي بتنقص امتصاص الدهون بالجسم، يعني بتعمل مثل دروب للامتصاص. كمان بدي احاول العب رياضه كل يوم، نزول وزن كثير بحاول انه ينقص من الاعراض، بس هو مرض مزمن انا بقدر اتعايش معه بشكل انه انا نظم حياتي، نظم غذائي، بخفف الاعراض يلي عم تزعجني، لانه احيانا الاعراض بتكون كثير سيئه عصبيه، ممكن يصير لانه البي سي او هو بيرتفع فيه الانسولين، ارتفاع الانسولين بيؤدي لاضطراب بالهرمونات، ممكن ترتفع عند الاندروجين الهرمونات الذكريه اللي هي التستوستيرون، بتؤدي لظهور الشعرانيه بمناطق مثلا السيده بتتضايق منهم غير مرغوب فيها، يعني تغيير بالأصل المزاج تماما تغيير المزاج، الحبوب مثلا احيانا، البدانه الجذعيه، منطقه الجذع غالبا السيدات بيكون عندهم ممكن تكون زيادة الوزن منطقة الأوراق، بس هون بصير عندهم بيتخربط كل جسمهم، لأنه بصير هي هرموناتها عم ترتفع الهرمونات الذكرية عندها وتنخفض الهرمونات الأنثوية، فدائما زيادة السكريات عم تعمل هرمون ديس أوردر. يعني معلومات مهمة كتير اليوم أخذناها من اختصاصية التغذية داليا حسامو، شكرا كتير لك، ونتمنى كل الصبايا والسيدات يكونوا استفادوا من هالمعلومات. شكرا لاستضافتكم، نتشكرك أكيد، شكرا كتير لك.